هذا المؤتمر الاندماجي الذي عملنا من أجل الوصول إليه مدة طويلة هو نعتبره لحظة مفصلية ونقلة نوعية في تاريخ اليسار الديمقراطي. نراهن من طبيعة الحال على هذا المؤتمر لخلق حزب يساري كبير، وهذا الحزب يستند إلى هوية اشتراكية وديمقراطية واضحة، ويستند وله مشروع مجتمعي واعد، ومن طبيعة الحال له خطه السياسي وبرنامجه السياسي الهادف إلى تحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي وإلى سيادة الديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان في المغرب، وإلى تلبية مطالب الشعب المغربي وطموحاته وانتظاراته في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إذن اليسار نحن نعمل من أجل توحيده ومن أجل أن يصل إلى كما قلت استعادة مكانته التي كانت له في المجتمع المغربي، وأن يتوصل بعد طبعا من خلال النضال الديمقراطي والسلمي إلى بناء المشروع، إلى بناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي. لحد الآن متفقون على اسم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يعني كمرحلة انتقالية ستكون بالتوافق كل تكوين الأجهزة كلها، بالمجلس، تكوين المجلس الوطني، تكوين المكتب السياسي، وأيضا تكوين السكرتارية الوطنية للحزب الجديد، كل هذا وانتخاب الأمين العام سيكون بالتوافق بين المكونات التي تجتمع الآن في المؤتمر الاندماجي.